السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم ماشي غير فوت. راح تكتشفوا فيها اليوم واحده من الرياضات القتاليه كيك بوكسينغ، تكتشفونها اليوم في برنامج ماشي غير فوت. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ماشي غير فوت. ماشي غير فوت اليوم راح اعرفكم بواحده من الرياضات التي تعتبر رياضه خطيره جدا لانها اصبحت تستهوي الكثير من الشباب الجزائري. متواجدون الان في قاعة أبطال المستقبل دراريا رفقة البطل الإفريقي إبراهيم بن خويت اللي حيعرفنا أكثر على رياضة كيك بوكسينغ في الجزائر. مساء الخير إبراهيم، شكرا لك على استضافتك لنا. مساء الخير، مرحبا بكم عندنا. معكم بن خويت إبراهيم، رئيس جمعية أبطال المستقبل دراريا، بطل إفريقي في رياضة الكيك بوكسينغ. مرحبا بنا عندك خويا إبراهيم. رانا نشوفه في العديد من البراعم الجزائرية راه يتمارس في هذه الرياضة. أولا عرفنا برياضة الكيك بوكسينغ وما مدى مميزات هذه الرياضة، خصائصها، قوانينها، كل شيء عن رياضة الكيك بوكسينغ في الجزائر. رياضة الكيك بوكسينغ هذه تعتمد على الأرجل والأيدي، وتدي من كل سبور، تدي شوية من سبور دو كومبا، تدي من تايكواندو، تدي من لا بوكس، يعني يخرجوا منها الكيك بوكسينغ. هذا الكيك بوكسينغ الله أعلم دخل في التسعينات، الله أعلم دخلوا الوالي محفوظ اللي تربيت عنده هنايا وتعلمت عنده، هو اللي علمني هذه الرياضة، نوجه له تحية من المنبر هذا. تحتوا على قاعة أبطال مستقبل دراريا، رانا نشوفوا توافد الكثير من البراعم على هذه الرياضة. اسكو تشوف باللي أنت الرياضة هذه أصبحت تستهوي الكثير من الرياضيين الجزائريين، سواء البراعم سواء الأكابر، أو ربما هي مجرد هواية راهم يمارسوا فيها؟ يعني هي هذه شغل فيها سبور ليبر كما يقولوا، شغل الناس قاعد تحب ديرها، ميم اللي يكون ما يعرفهاش ولا يخافها، ولا كاين بزاف يكون ما يعرفهاش يخافها، ولا ميم حتى لي بارون كاين اللي فاهمينها بالغلط، يقول لك سبور فيه العنف بزاف. جوستومون نو، انا نقول لهم من هذا المنبر ما كاش منها العنف، باسكو لو كان فيها العنف حتى الاب تاعي ما يدخلنيش ليها. هاك معايا تسمى، ما يقدرش يجيبني يرمي وليده لحاجه تاع عنف ولا سي ثان سبور، سبور دو كومبا، يعتمد على الارجل والايدي، وفيه قوانين، فيه يعني حكام، فيه كلش، يعني ما فيه حتى ريسك، فيه الماتريال تاعك. جوستومون ابراهيم، ربما الحديث مع اولياء هاد البراعم، نعرفوا انه هاد الرياضه فيها خطوره على الرياضي، كيف تكون ربما اسلوب الاقناع للوالدين من اجل ان يدخلوا ابنائهم لهاد القاعه؟ انا نقول لهم الخطوره كاينه بارتو، ماشي غير في الرياضه، يقدر يمشي يزلق يطيح يتكسر، هاك معايا بعجر عليه. يعني ولازم يكون عنده روح المنافسه، راك معايا، دوك ماشي زعما تكسر ولا حاجه صافي يدير زعما خلاص ما يجيش يدير سبور كونتر. انا كنت كي نتبليسه هذيك هي نزيد نشحن باش نزيد نمد كثر، باسكو الانسان كيكون بيان بريباري فيزيك تاعو رونفورسمون تاعو ما حيصرى له والو. انا نشوفوا ثاني بالتدريبات تاع هؤلاء الرياضيين راي تجرى بحضور مدربين اكفاء مختصين في هذه الرياضه ثاني. بون معنا عندنا كوتش امين معايا، بون هذا الكوتش امين عندنا طموحات ثانويه كما يقولوا كيف كبيره، فوالا وعندنا كيف نخمموا نفس الشيء، تخرجوا لنا لي شامبيون ان شاء الله. التكوين انا توجور في أكي. اطار التكوين هذا هو الهدف، فوالا هذا هو الهدف، وما نكذبش عليك انا والله نفرح يعني اتلات كي يبدا عندنا ويدي تيتر ولا يولي عنده لقب بطل جزائر كما عندنا دوكا. فوالا كاين ابطال جزائر، كاين ابطال جزائر فوالا، ورانا توجور انا فورمي ومازال ان شاء الله، رانا دوك عندنا ثلاث سنين يعني في الدومين تاع القاعه الرياضيه هذه. الشيء المميز ثاني في هذه القاعه شفت انه فيه العنصر النسوي راه يمارس في رياضه الكيك بوكسينغ، حتى العنصر النسوي راه دخل الرياضات القتاليه ايضا في الجزائر. فوالا في الجزائر القاعه تاعنا فيها كلش، يعني يبداو من صغار بنات اكابر صغار فيها كلش. السن اللي ربما احنا انا راكبتي من خمس سنوات يقدر يمارس الرياضه هذه، باسكو كاين حاجه يقول لك خمس سنوات يمارس رياضه كيك بوكسينغ باش ما يغلطوش وما يغلطوكمش، يعني كيكون صغير نخدموا له لا سوبلاس ونخدموا له لي باركور لا رابيديتي، ويكون شويه نخدموا له ثاني كيكون انتيليجون نعلموه الحيله كيفاش لاطا كيفاش يقيس وما يتقاش، ولا رابيديتي ركزوا له عليها بزاف قد ما يبدا يكبر قد ما نزيدوا له في لا فورس. اكزاكتومون. بالنسبه لنظام المنافسه، هل فيه منافسات لهؤلاء البراعم او للاكابر، منافسات رسميه مثلا تحدوا على تحديات ما بين الجمعيات الرياضيه في الجزائر؟ كاين بيان سور، انا نشطوا نخرجوهم ديجا، غير كيما درنا ثاني كبطوله ولايه الجزائر مع لا ليغ دالجي، فوالا كان فيها
تحفيز كانت فيها ربحه وخساره تعرف لي انا نقولهم لي منافسه واجبه لمثل هؤلاء الرياضيين لا لا باش تعرف انه المستوى تاع الرياضيين من حق فوالا ولي بريباري ثاني كي سي بون هاك معايا لي اونطريني سيريو ويكون خدمته كما قال ما يراطيش ما يمونكيش يدير ده نتيجه. بالنسبه للرياضيين على اي اساس يتم اختيارهم ابراهيم؟ هل ربما الاراده هي اللي تخلي الرياضي يمارس هذه الرياضه؟ ام انه ربما فيه مميزات خاصه بالنسبه للرياضي اللي قادر ينجح في رياضه الكيك بوكسين؟ نقول لي حتى ابراهيم البطل الافريقي فوالا انا نقول جميع واحد يسعى يصيب لازم تتعب في هذه الرياضه توجد باش تصيب باسكو انا نقول لهم بلي من ذاك عندنا نزاهه ثلاثه تعرف من ذاك يفيسو كاين من ذاك منا نقولوا هذه الخدمه غدو انت اللي حتطلع في الرينغ تما لازم عليك تونطريني سيريو تجي في لي سيونس تاعك ما تابسونتيش افيك لوطون نورمال. ولا القاعه اللي يمارسوا فيها هذه الرياضه كاين القاعه تاع تقويه العضلات اللي راهي عندنا كل اللوازم الرياضيه يعني الماتريال كاع متوفر اللي يحتاجوا الرياضي تاع كيك بوكسينغ كلش كاين. تقدر تعطينا امثله ربما عن الوسائل اللي يحتاجها رياضي كيك بوكسين؟ بون يحتاج لي زيلاستيك رونفورس تاع رونفورسمون ميم حتى داخله في حتى المسكيلاسيون يونطرينو فيزيك بيان باسكو كي يكون قوه بدنيه كبيره عباك يطلع كومبا اليز يبوكسي بيان حنا عندنا الكارديو تعتمد على الكارديو الباطه تكون بيان ورونفورسمون كونديسيون فيزيك. ابراهيم نمر الان للجانب التقني اللي راح يكون مع المدربين مشاهدينا الافاضل ابقوا معنا للحديث عن البريباراسيون فيزيك تاع رياضة الكيك بوكسينغ ولكن بعد هذا. على لي جينو تاعي بوزيسيون 1 2 3 4 5 اوريكيبر. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصتكم ماشي غير فوت. راح نتحدثوا الان على الامور التقنية الخاصة بالكيك بوكسينغ رفقة المدرب امين. سي امين مرحبا بك راكون بلانسيون. السلام عليكم. سلام الشيخ. اولا سؤال اول راح نتحدثوا على رياضه الكيك بوكسينغ ما هي المميزات اللي تخلي الشيخ امين يختار رياضي على حسب رياضي اخر مثلا ما هي الخصائص التي تتواجد في رياضي من صنف 5 سنين الى حتى 10 سنوات من اجل اختياره في رياضه الكيك بوكسينغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا راني مربي في الاختصاص هذا الله يبارك وثانيا احنا فيما يخص شروط الاقتناء احنا اللي يجي مرحبا به رياضه كما كاع الرياضات اللي يجي مرحبا به تمس امور كان امور برك اللي نركزوا عليهم حنا وشنو هما الاراده الحاجه الاولى لازم يكون حاب الولد وكي ما يكونش حاب الدور تاعنا باش نحبوا له هذه الرياضه لازم حنايا اوطون كمربيين هاد الدراري صغار نعرفوا كيفاش نستغلوهم نجيبوهم لهذه الرياضه نحبوا لهم هذه الرياضه ومع ذا تولي امور اخرى نطوروها لهم هما هي القدرات البدنيه تاعهم كما في اللاج هذا بازيو بوكو بليس على كورديناسيون مثلا الحصه التدريبيه تاع كما درنا الحصه تاع اليوم الحصه تاع اليوم اللي حضرتوا لها درنا دي زيكزارسيس كورديناسيون وين نطوروا لهم التنسيق الحركي بين لي براي لي جون باش نوحدوا لهم على اساس اللاج هذا هو اللي يكون متين باش نطوروا لهم هذا الميزه والحصه الحاجه الثانيه اللي درناها ثاني مدى بنا سرعه رد الفعل كي نخدموا لهم باسكو اللاج هذا هادو هما الميزات اللي نقدروا نطوروه لهم. انا ماذا بينا نشوفوا هذا الاكزرسيس دوك شيخ على نعاودونا نخدموه معليش. تفضل. هيا الاولاد زوج 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 نقابل صاحبي زوج زوج نقابل صاحبي نسي نقيس صاحبي ندير لاكار تاعي اون بوش نقيسو غير في ليبول تاعي. هيا الاولاد 3 2 1 توب ديماري بالعقل بالعقل لي جان نقيسو في الكتف تاعو في ليبول البرا تاعي برك غوش غوش تاعي نكوفري على وجهي من هاني نلعب ومن هاني نطور في الميزه تاعي. شيخ امين هاد لاسيونس هذه سي بوكو بليس نعلموا الرياضي لاكار تاع في الكيك بوكسينغ ومام طون هما كيكون في اللاج هذايا اللاج هذايا بازي بوكو بليس لي جو لي ميثود دو جو بيسك علاش؟ الولد هذا ما يخفناش باللي هو كيجي وحاب يلعب حنا لازم نستغلوا الاراده تاعو تاع اللاعب ونحولوها له المجال تاع الرياضه الاختصاص اللي راهو يمارس فيه هذا هو لوبجيكتيف تاعنا صافي. تما بالنسبه للبراعم هذوما ما فيش تحضير بدني خاص، التحضير البدني يبتدا من ربما من سن معين بس هو في التحضير كما نقولوا شاك كاتيجوري داج عنده دي كاليتي فيزيك اللي نركزوا عليهم. في السن هذا هو من لا ميثود دو جو من لاعب ورانا نطوروا له لي كاليتي فيزيك تاعو.
بصح هو شنو كيما لافورس، لافورس ما نتوشوهاش في لاج هذا اصلا، ما عندوش هو القوه، ما نقدروش نطوروه تتميز من 14 سنه الفوق. وشنو هو الامر اللي يخلي ربما الاولياء تاع هاد الرياضيين انهم يخليهم يدخلوهم من هذه القاعه ويخليهم يختاروا هذه الرياضه في كيك بوكسينغ؟ شنو هي الامور اللي تخليهم هذه الرياضه تستهويهم؟ هي الاراده هذه، ما نغفلناش باللي الرياضه هذه دوكا راهي راح تولي في لي جوز اولمبيك، راهي معترف بها، ومام راهي تطورت من الاساس تاعها كي بدات في التسعينيات ولحد الان راهي تتطور، راهي توجور في تطور، ما فيها بلوس دو 20 ديسيبلين، تسمى كاين بزاف انواع تاعها، كيما في اللاج هذا يخدموا لايت كونتاكت، ما يبقيش ما يلحقش القوه تاعو تاع يولي كيما نقولوا حنايا كومبا والعنف والاخر، راهو توجور راح يلحق ساتاناج ويتولي فيه خطوره على الرياضي ايضا، لكن هذا الامر اللي يخوف الاولياء تاعهم. بصح حنايا فيما يخص التدريب تاعنا احنا ما نشوفوش امر التخويف، نشوفوه باللي راهو يمارس رياضه توجور، ما نخرجوش اكيد من الكونسيبت تاعنا تاع الرياضه، خاطرش لو كان خير مثال هو البطل الافريقي ابراهيم، هذه هي غدوه احنا كي نشوفوه أو كيما الشيخ إبراهيم نشوفوا بطل إفريقي، نشوفوا أبطال أخرين، نشوفوا واحد من الصالة تاعنا ولا أنا بطل، هذا زيادة فينا، أكيد أنا نفرحوا، هذاك هو الهدف تاعنا، احنا الهدف تاعنا هو تطوير الرياضة هذه باش نوصلوا الأبطال، أمام الأولياء تاعهم يفرحوا، وما يخفلناش ثاني باللي الرياضة تعاون بزاف في القراية. نعرفوا هذه الرياضة ثاني شيخ، ربما سؤال من الجانب تحكيمي تاع هذه الرياضه، نعرفوا ان في هذه الرياضه ما فيش منهزم الا بحال استسلام المنافس. لا لا كاين بلي بوان، كاين لي بوان باغ اكزومبل لي جونب عندهم 3 بوان كي نقيس بلي جونب لي برا، بصح يختلف على حسب الاختصاص، ولا كان فول كونتاكت ولا كان كيك بوكسينغ ولا كان الملاكمه التايلانديه. لكن جينيرالمون في الكيك بوكسينغ المنازلات تنتهي بضرب القضيه. يكون فيها فيه يكون فيها تحتسب يكون فيها في الامر العادي تكون بلي بوان، مي كي يكون واحد متفوق على الرياضي اخر راح اكيد راح يرميها ضربه قليله. الشيء اللي لفت انتباهنا ايضا في هذه القاعه شيخ هو تواجد العنصر النسوي في رياضه كيك بوكسينغ، وهذا الامر ربما اللي ما شفناهش في الجزائر، خاصه وانها رياضه قتاليه، رياضه اللي فيها نوعا ما من الخطوره، هو الامر اللي يتجنبوه السيدات، لكن انا نشوفه بلي كاين سيدات راهي تمارس في هذه الرياضه. هي الحمد لله ماشي نشكروا هذه القاعه، مي كما نقولوا هنا كان امور متوفره اللي تخلي الناس تجيب ولادها لاخر، نخدموا على مبادئ علميه، على اسس علميه، ماشي نجوب برك ارواح دير ولاخر، كل حاجه راهي مدروسه، مام المدربين اللي راهم هنا كاع عندهم كفاءات. وهذه اللي تخلي الناس تحطي ولادها في يدين امنه، ماشي نحط وليدي ونقعد خايف ولا على باش، وحنا الباب مفتوحه، اللي يحب يجي يشوف لا سيونس يقابل وليدي ويشوفها. كيما نتعاملوا معاه في الحضور تاعو، كيما نتعاملوا معاه الولد في الغياب تاع الاب. شيخ امير بارك الله فيك، حنا نشكرك على كل التوضيحات، راح نخلوك تكمل الاكزرسيس تاعك. بارك الله فيك. ولكن انا مشاهدينا الافاضل راح ننتقلوا الان الى صنف السيدات اللي راهم يمارسوا في هذه الرياضات القتاليه، ولكن بعد هذا. مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث والاخير من برنامجكم ماشي غير فوت، هذا الجزء راح نتحدثوا فيه على دخول صنف السيدات الى رياضه كيك بوكسينغ رفقه المدربه المشرفه على رياضيات الكيك بوكسينغ السيده شريفين زيها، شكرا على استضافتك لنا. مدام شريفي، ربما اول سؤال راح يتبادر الى الذهن، ما هي الامور اللي تخلي السيدات يختاروا رياضه الكيك بوكسينغ على حساب رياضات اخرى؟ نعرفوا انه رياضه الكيك بوكسينغ خطيره على الرجل، فما بالك على المراه؟ هي رياضه قتاليه وتتميز باليد والارجل. ما هي الامور اللي تخلي ربما الرياضيات يختاروا هذه الرياضه؟ كاين اللي يحبها، وهي تعتمد على الدفاع النفسي. اسكو انتم كمدربات تقنعوا الرياضيات هذو انه يمارسوا رياضه كيك بوكسينغ بناء على انه رياضه اللي تخليها تدافع على نفسها في الحياه الاجتماعيه مثلا؟ نعم نقنعها انها تدافع على نفسها، تعلمها تكون قويه شخصيا اكيد، وتكون عندها مبادرات في اي مجالات. هل تقنيات كيك بوكسينغ بالنسبه للسيدات هما نفس التقنيات اللي يمارسوهم الرجال؟ نفس التقنيات. نفس التقنيات؟ نفس التقنيات، ما فيش فرق بين المرأة والرجل. سواء الدفاع أو الهجوم. في نفس الأوقات. مثلا عندنا رانا حاضرين اليوم في قاعة المستقبل بدراريا. اللي رانا نعرفوا كاين تواجد رياضيات تاع الكيك بوكسينغ، هل ربما نقدروا نحضروا معاك واحدة من التمارين اللي راح تقومي بها؟ بيان سور، عندنا رانيا. الله يبارك. الله يسلمك. اعطيني جوز دروات فوالا، هاي كيك فوالا، هذه عندها جاب ستايت جوز دروات هاي كيك
تري بيان. هاد التقنيه بالنسبه للهجوم والدفاع. الهجوم والدفاع صح. تري بيان. ناخذوا مع الاخت جوز دروات كروشي هاي كيك. هلا بالنسبه لها تقنيه نفس الشيء. لا لا علمي انها تقنيه واحده اخرى لازم. ديري روتري جوز دروات هاي كيك اب جاب. هلا ديبلاسمون اب عاود فرونت كيك جاب سترايت كروشي هاي كيك. هلا بالنسبه لهذه الرياضيات كوتش هل ربما تعتمدي على ربما التحضير البدني قبل ممارسه التمارين؟ هل فيه تحضير بدني خاص؟ بالطبع بالطبع تحضير بدني لابد منه. هو اول شيء نعتمد عليه. هل هو تحضير بدني قاسي نوعا ما؟ قاسي. تعتمدوا التحضير البدني يكون في الصاله ام خارج الصاله؟ في الصاله وخارج الصاله. مثلا في غابه بوشاوي ولا في تحضير بدني قاسي جدا. قاسي مثل الرجال. تري بيان. شوفوا سيرين ربما حبينا نشوفوا بعض التقنيات لكن بمشاركه رياضيين. جيد. تري بيان. عندنا شوفوا كومبا خفيفه. فوالا نقدروا نشوفوا الابجديه تاعها. فوالا يلا جوز دروات هاي كيك. فوالا اب لتحت انت يا لتحت خدمي لتحت اب. فوالا بدلي رجلك فوالا هوب خدمي لتحت هي لاو كيك. فوالا تري بيان. ايا خدمي بوكس تخدمك هي. فوالا لصقي التقنيه تاعك. فوالا تري بيان. هوب نلصق خدمي هوب. نشكرك مدام شريفي على كل هذه التوضيحات اللي قدمتيها لنا. ان شاء الله نشوفوا ابطال افريقيين يخرجوا من هذه القاعه الرياضيه. شكرا انتم لكم ايضا مشاهدي الافاضل. نلتقي الاسبوع المقبل مع عدد جديد ومع رياضه متجدده. ماشي غير فوت الاسبوع القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.